السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الجميع يكون بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله حبيت نوري لكم هذا الموديل صراحة الله طلع زوين في المتناول ديال الجميع. فهي جلابة مخدومة بالكروشي، مخيطة يعني عادي، ولكن هي راه مخدومه بالكروشي، خدمه خفيفه من الفوق حتى لتحت، ودريس حتى هو خفيف سواء في القب او في الكمام مع الطرزه. فهي مزجات ما بين الطرز الرباطي ديال اليد وما بين الغرزه الفرنسيه، مدخلين فيها هذا اللون غوز بيبي. فصراحه الله طلعت زوينه وطلعت غزاله كيف ما كتشوفوا. فهاد الملاقيه هذه ملاقيه من الفوق حتى لتحت، فهي طلعت زوينه وسهله. تقريبا كاينه عندي في القناه، فهي زوينه وفي المتناول وبالزربه كتطلع، ما كتاخذش واحد الوقت كبير بزاف. اما الطرزه فكيف ما كتشوفوا فهي طرزه يعني هي في المتناول ديال الجميع، يعني ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا يعني تكون شي حاجه استفدتوا منها.